مرحبا بكم. برنامج الحلقة، السينما المغربية بعيون نجومها. الممثلة منى فتو تسقط الطابوهات. المخرجة فريدة باليزيد رائدة السينما في طنجة. الممثل محمد مجد الطفل المدلل للسينما المغربية. المخرج نور الدين الخماري مايسترو جوقة الدارجة المغربية. المخرج عبد الحي العراقي يطرح أعقد المواضيع. الممثلة نعيمة المشرقي سيدة الثقافة المغربية. فؤاد سويبة الناقد الذي يحلم دائما بالسينما. قبل كل هذا إطلالة على المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ملتقى نجوم العالم والواجهة الراقية للسينما المغربية. بين الروعة والفخامة تعيش مراكش الحلم كل سنة، حيث تفرش هذه المدينة الأسطورية سجادها الأحمر لمشاهير السينما العالمية خلال مهرجانها الدولي الشهير للفيلم الذي يحتفي فيه المغاربة بنجومهم المحليين. إننا لسنا شوفينيين، لكن ممثلاتنا وممثلينا هم الأفضل في العالم. تألق على الأقل سينمائيان كيبيكيان في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، باسكال بوسيير كعضو لجنة تحكيم سنة 2003، وجون مارك فالي كفائز بجائزة لجنة التحكيم سنة 2005 عن فيلمه المجنون، والذي صور جزءا منه في مراكش الملتقى المعتاد لسكورسيزي وسبيلبرغ. في دقائق معدودات لمحنا كلا من كيم كاتفيلد، فيكتوريا إبريل وفاني أردون، وتلقى الممثل البريطاني بين كينغسلي تكريماً في هذا المهرجان، وحضر السينمائي الكبير على كارنو مخرج فيلم فورس أجين ونوكترنلانديان وتوليماتان ديموند مع رفيقته نادين تارانتينو، حيث كان بغاية السعادة. Marrakech, c'est une des plus belles villes. Allons-y, une des plus belles villes du Maghreb. Et peut-être, en tout cas, d'Afrique. Allons-y. Et c'est vrai que dans le monde, c'est une étape primordiale. C'est vrai, il y a un côté festif, comme il y a Cannes au mois de mai. Mais dans un autre genre. Et ce qui est très bien, c'est qu'on est dans un pays différent de la France. C'est ça qui est bien. Voilà. Là, c'est important. On voit un public différent. Et quand M. Corneau va tourner à Tunisie? Bientôt, j'espère. Inch'Allah. لقد كان للقدر رأي آخر، فقد غادرنا ألان كورنو شهورا بعد ذلك. لقد اكتسى المهرجان الدولي لمراكش طابعا دوليا منذ تأسيسه، حيث تكونت لجنة تحكيمه من أشهر النجوم، وتوجت بجائزته الكبرى أفلام من الجزائر، كرواتيا، اليابان، روسيا، الولايات المتحدة، كازاخستان، إستونيا والمكسيك. تبقى مراكش أيضا مناسبة للاحتفاء بالسينما المغربية التي يعشقها المغاربة، والتي يجب على بقية العالم اكتشافها. هنا يستطيع الجمهور المراكشي أن يصفق لنجومه الكبار الذين يمرون تباعا فوق السجاد الأحمر: حميدو، محمد مجد، سعيد التغماوي، الشاب أنس الباز، نجم كازانيغرا مع المخرج نور الدين الخماري، الأيقونة نعيمة المشرقي وزوجها المخرج عبد الرحمن الخياط، والمتألقة منى فتو. لقد أخذ المهرجان وضعه الطبيعي وهو يتحسن عاما بعد عام. أرى أنه يقدم الكثير للمغرب، للفنانين المغاربة ولمراكش. في سن 21 هزت الممثلة منى فتو الجمهور المغربي بتقديمها لأداء غير مسبوق في السينما المغربية، كان ذلك في فيلم حب في الدار البيضاء. ومنذ ذلك الحين تألقت عزيزتنا منى على كل الأصعدة، فأحبها المغاربة لجمالها وحضورها ولروحها المرحة. منى فتو صديقة كبيرة، ولدي شرف بأن نعمل سويا لأني أحب عملها كثيرا، وأعتقد أنها تبادلني نفس الشعور. أنا أحب منى كثيرا، إنها مجنونة وأنا أحب جنونها. إنها إحدى الممثلات القديرات اللواتي سأكون سعيد بالتصوير معها يوما، وأنا لا أنتظر إلى الدورة المناسبة لها. إنها فاتنة، إنها ممثلة جيدة.
أنا أحبها، فهي ممثلة تنتمي إلى الجيل الجديد الذي أقدره كثيرا. يجب أن تعمل معها كي تكتشف أنها رائعة، تلقائية، عفوية ومتألقة. إنها تعرف كيف تخلق جوا من السعادة في مكان التصوير. إنها مدهشة. أنا أمازيغية الأصل، حيث أجد نفسي في كل مكان في المغرب. مراكش مدينة ساحرة، إنها تختصر العالم كله. تثير مراكش فضولي رغم أنني ولدت في الرباط، إلا أني أعشق هذه المدينة الجميلة ذات الطابع الخاص. لقد رأيناك تصلين على السجاد الأحمر، أظن أن هذه المدينة تعشقك. أتمنى ذلك. لقد تحمس الجمهور أكثر عند رؤية نجومه، أكثر مما تحمس للنجوم الأجانب، لكنك أنت من أثار أكثر مظاهر الحماس. نعم، وهذا يسعدني. يجدك الناس جميلة وخفيفة الظل ومرحة أيضا. ربما مجنونة أيضا. رغم مظهري الذي يحب الوقار ويحب أنني امرأة متزنة، أظن أنها طبيعتي، فأنا جد متحررة. الجنون هو السمة عند الفنان بصفة عامة، ليس جنونا بالمعنى الحرفي، ولكنه جنون من نوع خاص. إنه طريقة خاصة للعيش. لقد بدأت مشواري بفيلم بعنوان حب في الدار البيضاء، وهو فيلم يعالج أحد الطابوهات في تلك الحقبة. لم نكن نجرؤ على التكلم عن الغرام، الجنس والمخدرات. موضوع الفيلم كان قصة عن زنا المحارم، فقد كنت ألعب دور فتاة تربطها علاقة برجل وبابنه في نفس الوقت. كان دورا مركبا ومعقدا، فلم نكن نستطيع في التسعينيات معالجة هذه المواضيع، لذا أثار الفيلم جدلا واسعا. هل كنت تدركين أنك تتخطين الحواجز بلعبك ذلك الدور؟ لم أكن أدرك ذلك تماما كما أدركه اليوم. فقد كنت في 18 من العمر، تابعت مسيرتي بفيلم آخر عرف نجاحا كبيرا في المغرب، البحث عن زوج امرأتي، وهو فيلم كوميدي. لقد كان شيئا مختلفا، فهو يحكي عن رجل في سن معين يملك 3 زوجات بأعمار مختلفة، وقد كنت أصغرهن المدللة والمحبوبة، فكان غيورا جدا. الله يعطيك الصحة على هذا الغداء. الصحة والعافية. فطلقني للمرة الثالثة. إلا فتنت كراجل وقرب ليا. باكا سي هودة، ما بقيتي كتعرفي شنو كتخرج على فمك. لا حبي هذا. الله يهديك. شفتي الكلبة دخلت الحياة. كلبة؟ أنا كلبة هي الشرف ديال العقروش، هي الشرف العار. الله يحقرك الطافلة والمعدن والسلالة كلها. صافي أولا وصلنا للطافلة والمعدن. صافي عليا بداك الدبداني الكبير وكريستو الفحال. لا بقيتي لي مرة. عندما طلقني للمرة الثالثة، والقرآن يقول بأنه لا يمكنه أن يعيدني إلا إذا تزوجت زوجا غيره، كان هذا موضوع هذه الكوميديا. وبما أنه غيور فقد حاول أن يجد لي زوجا لا يمكنه أن يعجبني. يمكن تمرير رسائل هامة عن طريق الكوميديا. لقد كان شيئا جيدا. ما تحشمي مني ما نحشم منك. هذه الويلة وحدة اللي في الدينا. يا ربي يا ربي ترزقني الصبر يا ربي. لقد عالج هذا الفيلم قضايا معاصرة أيضا. بالتأكيد إنها البصمة الأنثوية. افتح وجي رجع واش تنعس ولدي بحالتي أنا كيجي الناس اللي ضربته يده ما يبكي. أنا اللي خصني نتفرج. فما يقف وراء نجاح الكوميديا هو الطابوهات، الجنس، الدين، السياسة، وهي المواضيع التي نخاف التطرق إليها. أنا أعشق الأدوار قليلة الحوار، حيث نلعب بدواخلنا ونخرج مكنوناتها. التعبير بالنظر، بالخطوة، بالموقف، فأنا أحاول تنويع أدواري. أعتقد أن الممثل هو من يستطيع لعب كل الأدوار. أقول دائما أنني عندما أكون في مكان التصوير أحس أني أعيش حياة أخرى.
تغوي مدينة طنجة العديد من الكتاب والفنانين الأجانب، حيث شكلت خلفية تصوير لمجموعة من أفلام فريدة باليزيد إحدى رائدات السينما المغربية. لقد أتت إلى مراكش في إطار المهرجان الدولي للفيلم لنلتقيها في حديقة ماجوغيل. هل أنت إحدى رائدات السينما المغربية؟ نعم. احكي لنا كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ حسناً، لقد وصلت لهذا بقوة الرغبة. إنها سيدة عظيمة، أحبها كثيراً وأراها دائماً جميلة جداً، فأقول لنفسي إنها إحدى النساء النادرات أحلم لو كنت أملك امرأة مثلها كنت لأتزوجها. هذه السيدة لها دقة في الكتابة وأنا أحب كتاباتها، إنها تجيد الكتابة للمرأة. إنها سيدة تملك دقة عالية في الكتابة وأنا أحب كتاباتها. فريدة باليزيد كاتبة سيناريو الفيلم الناجح البحث عن زوج امرأتي، وأخرجت خوانتا طنجة المقتبس من الرواية الجميلة الحياة التعيسة لخوانتا ناربوني، والتي تدور وقائعها خلال الحرب الأهلية الإسبانية. لقد كانت طنجة منطقة دولية وسط الأراضي المغربية الخاضعة للحماية الإسبانية، مما جعلها ملاذا آمنا لمجموعة من المناضلين الجمهوريين الإسبان الفارين من الجيوش الوطنية بقيادة فرانكو. على هذه الخلفية التاريخية جرت مغامرات خوانتا، دور جسدته الممثلة الإسبانية ماريو لافونتي. تعتبر السينما المغربية سينما فتية، فقد كنا الأوائل، حتى أنهم كانوا يظنون أننا مجانين. نعم، كما أقول دائما أنني لم أصادف أي مشكلة على مستوى البيت كامرأة، فيما عدا ذلك فالوضع صيان بين الرجال والنساء، إلا أننا لم نكن نبالي كثيرا. هل هذا ما دفعك لتبدأ مسيرتك بإخراج الفيلم الوثائقي هوية امرأة؟ لقد أخذت قراري على كل حال بعدم التطرق فقط لمواضيع النساء، ولكن التركيز بشكل خاص على المرأة، بما أن هذا هو عالم الذي أعرفه أكثر، خصوصا أن ثقافتنا إبان طفولتي فصلت بين عالمي الرجال والنساء. ما tiene ماما؟ Te traje mi moza Idalia. Rosas no, porque me hacía molo me pedía un dinero. Anda, Ambrush, saluda a mamá. Salam alaikum, señora. Eso, salam alaikum. لقد صدمتني دائما الصورة النمطية التي نرى المرأة العربية المسلمة عليها، حيث تعتبرن غبيات ومستكينات. كما قلت آنفا، فقد عشت عالم النساء حيث كنا دون أن يغادرن منازلهن يطلعن على كل ما يجري، وكانت لهم كلمتهم أيضا. لقد رغبت دائما في إظهار مدى قوة هؤلاء النساء ومدى أهميتهن. شال شال فريسكو ميرانا ميرانا سوخوس بريانتي فيسكادو يستمانيانا كيلو خورو كينسي ديرا كينسي؟ رسيتا بلاندوشو تنو بالي مي أوشو ديرا ملو جيبو بور سي سيس درام تنو بوالي أو دشان كنزب المكان سعولك شي هامر البامونو إنها سينما لا تزال فتية، لكنها ارتبطت سريعا بسينما المؤلف، فلم تكن هناك سوق حقيقية، إذا صحيح أنها بالأساس سينما المؤلف. سينما المؤلف صعبة جدا، لكنها في نفس الوقت تعطيك هامش حرية أكبر. بعض السينمائيين الهوليوديين أتوا إلى هنا وكانوا يتذمرون من قوانين السوق التي كانوا مجبرين على الخضوع لها. وقد قلت مازحة، حسناً، إذن فنحن لا نملك سوقاً حرة. تا
المركز. الدار البيضاء، الدار البيضاء، في المنتظر وقائعها في طنجة أيضا؟ لا لا، إنها تدور في الدار البيضاء. إنه الفيلم الواقعي الوحيد الذي صورته. تدور وقائع هذا الفيلم التلفزيوني المبني على الإثارة في درب السلطان، أحد الأحياء الساخنة للعاصمة الاقتصادية. اقتبس السيناريو من رواية أقوياء الدار البيضاء لرضا المريني، المفكر المغربي المعروف بعمله في ميدان القرود الصغرى. لقد كنت أرغب في أخذ الكلمة كمواطنة. لقد أثارت الرواية اهتمامي، فهي تتحدث عن حملة تطهير كهذا، وكانت ضد الرشوة، ثم تحولت لتصفية حسابات مخيفة. وما علق بذهني من الفيلم هو عبارة قيلت: إذا لم تكن هناك عدالة فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية. تعد السينما المغربية محتشمة بطبعها، ثم أصبحت تخوض أكثر فأكثر في مواضيع أكثر تعقيدا بدعم شعبي، فقد أصبح البلد يسير نحو الديمقراطية. الممثل محمد مجد هو إحدى دعامات المسرح المغربي في السبعينيات، ترك بصمته أيضا على الساحة الموسيقية مع مجموعة جيل جلالة، ومع مرور الأيام وبفعل قوة أدائه الملحوظ صار محمد مجد الطفل المدلل للسينما المغربية. مجد بالنسبة لي هو أحد أهرمة السينما المغربية، فعندما تصوره ودون أن يتكلم لديه جاذبية خاصة مدهشة، فهو رجل ترى الزمن مسطر على محياها. وبما أنني مهتم كثيرا بالزمن فأنا أحب أن أصور هذا الرجل يوما. إنه صديق الطفولة، حيث ترعرعنا في نفس الحي وتقاسمنا أشياء كثيرة عبر المسرح في الكثير من الفرق المسرحية الهاوية. إنه ممثل ممتاز. بالنسبة لي هو أحد كبار الممثلين المغاربة على مستوى جيله، ذو موهبة كبيرة وإنسانية فياضة، وهو شخصية متميزة. لعبت أدوارا كثيرة، ويمكنني القول أني كنت محظوظا، حيث كنت أنجح دائما في الظفر بدور صغير في أي فيلم أجنبي يصور في المغرب. إذن فقد لعبت في عدة أفلام أجنبية. نعم، فقد شاركت في أكثر من 80 فيلما أجنبيا بما في ذلك الكندية، حيث صورت هنا مع المخرج فيلم كريزي. مؤخرا لعب دورا في فيلم حريق للمخرج دونيس فيلنوف، المقتبس من أعمال وجد معوض. هل هناك دورا لم تلعبه بعد والذي تتمنى تجسيده على الشاشة الكبرى؟ هناك عدة أدوار لم ألعبها بعد، وأتمنى أن أبقى حيا لألعبها. من اللي تكبر علي؟ اش من حرفه غادي تختار؟ بحري. ايه، وعلاش بحري؟ عزيزه لي البحر. السينما المغربيه في نظري، فان السينما المغربيه لم تنطلق الا سنه 2000 مع نبيل عيوش وفيلمه علي زوا، الفيلم الذي يتكلم عن اطفال الشوارع والذي حصل على 40 جائزه في العالم كله. هل كل هؤلاء الأطفال أطفال شوارع؟ نعم، أطفال شوارع، كانوا يلعبون شخصياتهم الحقيقية. بالتأكيد. أي دور لعبت في هذا الفيلم؟ لعبت دور بحار صديق لهؤلاء الأطفال، كان يحاول إنقاذهم، هذا كان دوري. واش كدير هادشي كله؟ وكان معمرتي له راسه وكاع ما يجي لهاد المرسى. لقد كان المخرجون الشباب دائما أصدقاء لي، فقد أعطوا بالنسبة لي ذلك الزخم الذي تتمتع به السينما المغربية. فيلموس في الغادي، أجي. وقع المخرج سينمائي نورد الخماري سنة 2008 فيلمه ذو اللغة المتحررة جدا والتي أثارت الكثير من الجدل. غريغوار فيو وأنا استدرجنا هذا السينمائي إلى زقاق هادئ من أزقة مدينة مراكش لنتكلم عن الفيلم الجريء الذي عرف نجاحا جماهيريا كبيرا بعد ذلك. أنا
تعرض أفلام عديدة في ساحة جمال فنا أمام العموم، لكن لا يمكن تقديم فيلم كازانيغرا على هذه الشاشة. أعتقد أن ذلك سيكون صعبا قليلا نظرا لطبيعة الجمهور أولا، وكذلك وجود أطفال أقل من 12 سنة، لوجود لغة متحررة في الفيلم تعكس نوعا من الواقع، حيث يجب احترام القانون في هذا الصدد. الآن سوف نأخذك للمقصلة. موافق. نريد أن نحاصرك وأن ندفعك إلى أقصى حدودك. على الرحب والسعة، لنذهب. لنذهب. لقد أعجبني فيلمه كازانيغرا كثيرا، أجد أنه صوره بشكل جيد، فهو أحد المخرجين الشبان الواعدين. من هنا أعتقد إنه صديق عزيز، وهو مجنون أيضا، أحبه كثيرا. إني أعتبره شخصية مميزة، إنه من الجيل الصاعد، أخرج فيلما أحببته كثيرا، كازانيغرا. إنه موهوب حقا كمخرج، وهو شاب رائع. كي تنجز فيلما يجب أن تصوره، ثم يجب أن يشاهد بعدها. كازانيغرا شهد كثيرا في المغرب وفي الخارج أيضا. إنه فيلم ينتمي الآن إلى تاريخ السينما المغربية. لا، لم يحبه الجميع. الذين أحبوا الفيلم وجدوا فيه واقعا حقيقيا، عاشوه ففهموا رسالة الفيلم وهي الأمل. أما الآخرين لم يعجبهم الفيلم لأنهم ينكرون هذا الواقع، وبالنسبة لهم فالفيلم يسيء للمغرب لأنه يعتمد لغة الشارع والتي لا تشرف المغرب، وكأنهم يتكلمون لغة أخرى غير الدارجة المغربية. اليوم الكل يتكلم الدارجة التي يجب التوقف عن النظر إليها كلهجة، إنها لغة حقيقية. شد هاد الكارطات ديالك، سير كرت بهم ما لاقيل تقشرة. كيفاش ما قال لاقيل تقشرة؟ راه الكارت ديال البنكة هذه. عاقوا البنكات، إلا تغيم كتشفر كارطة كيقطعوها من هنا في البلاصة. أعتقد أن من لم يعجبهم الفيلم لم يكونوا على استعداد لتقبل بعض الحقائق، لذا فقد رأوا في كازانيغرا مرآة لمجتمعنا الحالي، لكنهم رفضوا الفيلم لأن لديهم مشكلة فهم، لا يشتغلون على أنفسهم، وهذا مشكل حقيقي يجب على المغاربة والمغربيات تجاوزه اليوم. يحكي فيلم كازانيغرا الذي صور في الأحياء القديمة للدار البيضاء، المدينة التي يلقبها سكانها الغولة، قصة صديقين يحلمان بالخروج من فقرهما. إنه تكريم للمدينة المغربية الكبيرة بسحرها ومخاطرها. هذا الفيلم الفظ واللين والمضحك في نفس الوقت يثير أيضا وهم الهجرة، فأحد البطلين يحلم بالإقامة بالسويد، ربما مثل المخرج الخماري الذي أقام لمدة طويلة في النرويج. كريم في المرشي يا صاحبي. أتذكر أنه في إحدى المرات كان لدينا أستاذ يدعى ستيفن نيكفيكست وهو مصور. نعم نعم، ووديانين. كنا نتكلم وإذا به يقول لنا شيئا مدهشا، قال: كنت في المغرب وهناك وجدت أفضل السينمائيين في العالم. سفين نيكفيس قال لكم هذا؟ لم أكن أؤمن بهذا الرجل، لكنه مؤخرا بين لنا ببساطة كيف يمكن للناس أن يتكلموا عن أنفسهم، أو ما يسمى النقد الذاتي. فالمغربي يجعل من نفسه دائما موضوعا للضحك، ربما لأنني عشت مدة طويلة في النرويج، مما أتاح لي رؤية هذا التغير، وكأنني أقول: حسنا، نحن في حال جيد، لكن رغم ذلك يجب أن نسأل أنفسنا. دريري عرفتي شخصكم؟ خصكم شي خدمة ديال المعقول اللي فيه القرمومة، فيها اللعاقة الموني. كل قلت اللعاقة ما زدت دقيقة في كازانيغرا. سميتيها؟
كازانيغرا. كازانيغرا. المشاكل التي طرحتها في كازانيغرا لم تكن من اختراعي، إنها مشاكل نعيشها في المغرب وهي توجد أيضا في أوسلو. إذن هناك بعد كوني. أعتقد أن نظرة المخرج أو المخرجة شيء مهم جدا، وعندما تشاهد مثلا مارتن سكورسيزي فهو يصور أمريكا بإخلاص وصدق. إنه يتكلم لغة الشارع وقد يصبح شعريا كما في فيلم كود فيلا أو تاكسي درايفر أو ميت ستريت. عندما تشاهد هذا الفيلم تلمس أن هناك شعرية. خلال مسيرتي كمخرج كنت دائما أقول إن ذلك مرتبط أيضا بالعين التي ترى الأشياء، فأنا أرى الكثير من الجمال حتى وسط القبح، فهذا لا يزعجني. أنا أستطيع رؤية أي شيء وأعيش أي شيء، وقد رأيت كل شيء. كازانيغرا، هل هو من الأفلام التي تحيلك على الواقع أو التي تجعلك تهرب منه؟ لا 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 لا، هناك الكثير من الأشياء الجميلة بجانب هذا الواقع المغربي. فهناك الحب، وهناك أيضا الدار البيضاء وهي شخصية هامة جدا في الفيلم. في الفيلم نرى تلك الدار البيضاء التي أعرفها والتي عرفتها طفلا، الدار البيضاء الرائعة والساحرة، هذا النوع من أسلوب الأرت ديكو. والأكثر بالنسبة إلي الرحلة من أسف إلى الدار البيضاء كانت بالنسبة إلي هي الرحلة الكبرى، حيث كانت والدتي تقول لي إن كنت تلميذا مجيدا فسأصطحبك إلى الدار البيضاء، وفي اليوم الذي أردت العيش فيها قالت لي ما الذي ستفعله في كازانيغرا، لدفع عنوان الفيلم يعود لأمي. نقرأ كثيرا أن بطلي الفيلم كان يحلمان بأوروبا. إنها مثالية وهم كبير جدا، أعني أن الجنة توجد حيث نشعر بأننا سعداء. فقد ذهبت إلى النرويج لمدة 24 سنة وقد كنت مرتاحا هناك، هذا مهم جدا. هناك العديد من الشباب المغربي اليوم يقول لو كنت في أوروبا، لكنهم لا يعرفون أي شيء عن الشعور بالوحدة والمشاكل التي تطرح حين تكون وحيدا. لا يعرفون المشاكل الوجودية والاقتصادية. ما نفعله هو أننا نحلم عندما نكون خارج المغرب. أنا لا أسافر عبر الفضاء لكن أسافر عبر الزمن، وهذا مدهش. فهناك الجانب العصري الذي يهمني، ولكن هناك أيضا المغرب العميق جدا، والأهم أننا لا نعرفه كما يجب ولم يطرح بعد على الشاشة. لقد كتب الكثير حول المغرب وهناك مصنفات مهمة، كما أن هناك لوحات رائعة، لكن على مستوى السينما لم نصل بعد، ولكننا سنصل. نحن قادرون على صنع الجمال لأن هناك جمال كثير ويجب أن يظهر في أعمالنا السينمائية. عبد الحي العراقي سينمائي ذو تجربة، رجل أعمال ناجح ومؤلف لأفلام مغربية كبيرة كمنى صابر الذي أثار إعجاب الجمهور دولي واسع. السيد العراقي يهدي رسائله النبيلة أيضا لنوع آخر واعد في المغرب، الدراما التلفزيونية التي تشكل مختبرا إبداعيا يمكن أن ينتج أحاسيس عظيمة. واش بعقلك؟ كما خرجتي من الكوميسارية وباغي تدخل الداخلية؟ وعلاش لا؟ ياك حنا بلاد ديمقراطية معروفة. قالوا لي كتشطحي مزيان. ما إلا كتبغيك كتحس راسك. هاد الصحة طويلة. كل ما تطوع تقرا بعدا. ضربوا لي الشريف خويا مهبول.
عندما كنت طالبا في باريس وكأغلب فترات الدراسة التي نمر منها نكون كثيري التدمر والاحتجاج، انتميت في تلك الحقبة لحركة محظورة تدعى 23 مارس، تاريخ أحد أوائل الاختطافات ربما في العالم أجمع. على كل حال إنه قبل ماي 68 في فرنسا. لقد كان مارس 65 إبان انتفاضة طلبة المغرب التي خلفت مجازرا، فقلت لنفسي ربما إضافاتي للسينما ستكون هي الكلام يوما ما عن تلك الذاكرة المنسية والتي تعتبر أساسا للانفتاح أو الديمقراطية التي يعيشها المغرب في هذه الفترة. الفكرة الرئيسية لفيلم منى صابر كما يقال في ذلك المشهد، يجب أن نقرأ تلك الصفحة من التاريخ قبل طيها. إن الشعب الذي لا يبني صورته الخاصة مهدد بالاندثار. بناء الصورة الحقيقية مهم جدا، فالطبيعة تكره الفراغ. إذا السينما والصورة لا تقبل الفراغ، إن لم تضع صورتك فسيأتي من يضع صورته مكانها. لا ما تخافيش ما تخافيش. هناك نظرة خلف الكتابة السينمائية، وهذه النظرة هي رؤيتي للأشياء التي يجب أن تكون نظرة نضالية بين قوسين، ويجب أن تمكن من زعزعة الأمور وتوعية الناس، أو على الأقل طرح أسئلة حقيقية. تكفي كلمات قليلة في الغالب ليصف المعجبون نعيم المشرقي، فيشيرون إليها دائما بأسماء تفضيل، فهي تارة السيدة العظيمة وأخرى الصرح أو أيقونة السينما المغربية، والتي طبعت أيضا التلفزيون الإذاعة والمسرح، فهي سيدة جد ملتزمة وهبت نفسها لقضايا اجتماعية وإنسانية. أنا أعرف جيدا هذه السيدة وأدين لها بالكثير، حتى أن المخرج الكندي غريغوار فيو أعجب بها. أهلا أمي. الله يرضي عليك. امين. نعيما شرقي. نعيما شرقي. بداية، نعيمة مشرقي بالنسبة إلي تمثل الأيقونة والمرأة التي أعطت الكثير للشاشة المغربية. إنها ممثلتنا العظيمة ونجمتنا، لا يوجد لدينا الكثيرين من أمثالها، إذ لا نملك نجوما كثرا في بلدنا، إلا أنها فرضت نفسها كنجمة. نعيمة المشرقي، أعتقد بالنسبة لي أنها تنتمي إلى الذاكرة الثقافية للسينما والمسرح المغربي. كل جميع الجبهات انتشر في الذكريات، شيخ الطبقات والموسيقات والخالدات. أنا معجبة بها منذ البداية من خلال مسرحيات الطيب الصديقي. لقد اشتغلت مع نعيمة المشرقي مرات عديدة في المسرح وخصوصا في التلفزيون. لقد كانت بدايته سنة 63 900 والف. بنات الرحمن هم قام العز لهنا وناس عارفان. واش ممكنش تعبر على شعورك بشيء من البساطة؟ لقد كبرت مع هذه السيدة الجميلة جدا والتي لازالت تحتفظ بجمالها، إنها رائعة. ما أتمنى فعله يوما ما هو إعطاؤها دورا مجنونا ومختلفا عن ما رأيناه. ستكون قادرة على تمثيله. لديها سجل حافل. هذا صحيح تماما، إنها امرأة تستطيع تجسيد الكوميديا، كما يمكنها لعب أدوار الدراما وأدوار أخرى. إنها سيدة عظيمة ونحن نحبها كثيرا، فأنا لست الوحيدة التي أحبها، أعتقد أن المغرب كله يحبها جدا. ما رأيك في نعيمة المشرقي؟ هل تعرفينها؟ أنا لا أستطيع أبدا التكلم عن نفسي، لما لا تسأل الآخرين؟
هي سيدة لا تملك سوى الحب لتعطيه، لذلك أعتقد أنك عندما تجد ممثلا قادرا على إعطاء الحب فلا تملك سوى أن تدفعه نحو الأمام. أظن أنها امرأة تستطيع تجاوز الحدود، فهي لا تخاف، ومن المهم ألا يشعر الفنان بالخوف ليكون حرا، فهذا هو الفنان. كيف صرت فنانة؟ متى قررت ذلك؟ حسنا، كانت اللحظة الفاصلة وشرارة الانطلاق ببساطة وسط خليط من الظروف. فقد كان ذلك يوم عيد العرش بعد استقلال المغرب، حين صعد رجل فوق الخشبة ونادى: هل يوجد بينكم طفل في الرابعة والخامسة من العمر ويستطيع صعود المنصة؟ فنحن نحتاج إليه. ودون طلب الإذن من أحد هرعت إلى هناك قائلة: أنا أحب أن أصعد هذه المنصة. لقد كنت منبهرة بها في ذلك الوقت. هذا الاتصال المبكر مع الجمهور صقل مساري، خصوصا في المسرح قبل المرور إلى التلفزيون. إيوا علاش لا؟ راه المعروضة فيها الخير، وكيقولوا الناس الدميم إلا ما ديدو الكريم ما يتلق. سمعي نقول لك رقية، كلمة حسن من جوج وقاصح حسن من كذاب. غايلة كنتي نيت وبصح جارتي وحبيبتي وصاحبتي ديال القلب ومشاركين الملحة والطعام وبيناتنا جورة الحلال، واشتي غالا باقاش تصدعي معايا راسك. دوران لا ديرنيير ديسيني il y a eu une éclosion d'auteurs marocains, une belle plume, et donc je me suis invitée. شهد العقد الأخير انبعاثا قويا للمؤلفين المغاربة الذين يشكلون أقلاما جيدة، لهذا انخرطت في هذا الأمر، فهو بداية واجبي. ثم إن هوايتي هي اكتشاف الأقلام المغربية، فالكتابة المغربية قريبة جدا مني ومن إحساسي. يا حبيبي للي للا ما سمعتي حس الدراري فين طاهر نزال فوق والاخرين طاهر اي بي ا كوتي دو سا يا اون نوفيل فاغ دوتور. بالموازاة مع ذلك هناك موجة جديدة من المؤلفين المنفتحين على، لا أقول الحداثة أو المعاصرة، بل يحملون مقترحات أخرى غنية بالخصوصية المغربية ويمكن تكييفها وجعلها منفتحة على الحياة المعاصرة، كما يمكن تأويلها وقبولها في المغرب كما في الخارج. et accepté aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. J'ai eu l'opportunité et la chance de dépasser un petit peu. كانت لدي الفرصة والحظ لأجتاز الحدود، حدود بلدي، والمشاركة في عمل يدعى عائلة رمضان، وهو من إنتاج إحدى القنوات الفرنسية، سيتكوم فريد وسابقة من نوعه. فهو يتكلم عن عائلة مهاجرة وقد عرف نجاحا كبيرا، حيث بين صورة المغاربية المهمش وصورة المغاربية السلبية. هذا العمل لقي نجاحا كبيرا لأنه أبرز لأول مرة صورة المهاجر المغاربي الشاب بشكل أعطاه ثقة، وكانت صورة مغايرة تماما للصورة السلبية التي كانت متداولة. يجب أن نعلم بأن صورة المهاجر التي كانت تعرضها الأفلام الفرنسية كانت مغلوطة تماما لما هي عليه في الحقيقة. اشتغلت مع أناس من جيلي ومن الجيل الذي سبقني، ولما اشتغلت مع الشباب اكتشفت شيئا مدهشا. أولا التلقي الملموس بين هؤلاء الشباب الذين تلقوا تكوينا مختلفا عن تكويني، بما أنهم يقولون لأنفسهم: كيف سيكون الأمر مع نعيم المشرقي؟ مما يشكل متعة العمل مع هذه الهواجس الصغيرة، هذه الإشارات الصغيرة التي يجب علينا التخلص منها حتى نتقارب أكثر. لقد أدهشوني، فهم أعطوني بقدر ما أعطيتهم. Ils m'ont donné autant que je leur ai donné. Ils m'ont appris des choses magnifiques. فؤاد سويبة كاتب وسينمائي وناقد للسينما أيضا.
شارك في إقامة العديد من التظاهرات الثقافية، حيث يصفه أقرانه الصحفيين بالعبقري. قبل كل هذا، هو ملاحظ دقيق للمشهد الثقافي المغربي، لنناقش معه عشقه للشاشة. هل يمكننا اليوم في المغرب إنجاز سينما مغايرة لما هو معروف في أوروبا وأمريكا وهوليود؟ إننا ندرك سريعا أنه لا يمكننا ذلك، حيث يحكي كل مخرج مغربي حياته في شريط ثم يتوقف عن عمل السينما ولا يعود يستطيع إخراج فيلم، ثم أن هناك تعتيم عن الأسئلة الكبرى خصوصا السياسة، فهي لم تكن تطرح أبدا ولا يعبر عنها مخافة. الرقابة، مخافة أن يعرقل العمل ويتعرض للرقابة. اليوم يمكننا قول أي شيء ونتوفر على وسائل أكبر. السؤال اليوم هو طريقة العمل، هل نتبع الطريقة الأوروبية أو الأمريكية أو نبتكر طريقة خاصة؟ في الأدب نكتب عن عدة أشياء ونعبر عن الطبوهات، في الكتاب يمكننا التعبير عن الفكرة عن عمقها، عن طريقة رؤية العالم والتعبير عن الحلم، عن كيفية رؤية الذات وسط المجتمع وعن ماهية المجتمع. في تصوري فقد نجح الأدب بطريقة ملفتة. بدأت السينما منذ بضع سنين باكتساب الإشعاع، وبدأت تكتشف أمور أخرى، ديكورات أخرى، أضواء أخرى، كل ما ترك لحاله وتركه الأجنبي الذي يأتي للتصوير في المغرب، الذي يأتي ليستكشف تلك الأنوار. أن تكون مغربيا لا يعني بالضرورة أن تكون عربيا، بل أن تكون عربيا، يهوديا، أمازيغيا، برتغاليا، إسبانيا، فرنسيا، وإفريقي، وهذا عظيم جدا. إننا خليط من الشعوب، وهذا ما يشكل قوة هذا البلد. إننا نقدم أنفسنا بفخر للعالم على أن لنا مجموعة من الثقافات. إننا مجتمع جد متنوع وجد مختلف، متعدد الأعراق أيضا، حيث نجد أفكار بعدد الناس، ومع ذلك نجد تفاهما وتناغما. فنحن اليوم نستطيع تقبل الاختلاف، وقد بدأنا نسير نحو الديمقراطية. لقد أعطى أجدادنا الكثير من أجل المحافظة على الأصالة والتراث والثقافة، ويجب أن نفعل مثلهم مخافة أن يفقد أبناء المغاربة لهجتهم وشخصيتهم. أنا شخصيا أدافع عن اللهجة المغربية. المغاربة لهم فضول كبير لمشاهدة أفلامهم. عندما نرى إحصاءات قاعة العرض نجد الأفلام العشرة الأكثر مشاهدة هي أفلام مغربية، وربما الثلاثين الأوائل اليوم في المغرب الأفلام المغربية هي الأفضل. يعشق الجمهور بشدة رؤية صورته. صحيح أننا نشهد إغراقا إعلاميا طوال اليوم، فإذا رفعت رأسك يطالعك مشهد صحون اللاقطة التي تغطي كل أسطح المنازل حتى على مستوى مدن صفيح. إذن المغاربة يشاهدون مئات القنوات، إلا أنهم عندما ينجز فيلم مغربي فهم يذهبون لمشاهدته، وكذلك الأمر بالنسبة للتلفزيون. يظهر أن الدولة المغربية تساهم أكثر فأكثر في الأنشطة السينمائية، ويظهر أنها تشجعها. هناك عامل أساسي وهام، وهو عمل ونضال كل المنتجين والمخرجين الحاليين والقدامى الذين اشتغلوا للنهوض بالسينما وإبراز أهميتها، وكذلك خلق صندوق دعم. لكن في الجانب الآخر كانت هناك استجابة من الدولة التي فهمت أن الفيلم يمكن أن يكون له تأثير أهم 10 مرات من أي عمل آخر، وأن إنجاز فيلم هو بنفس أهمية بناء المستشفيات أو المدارس. المغرب اليوم ينتج في المعدل بين 12 و 15 فيلما في السنة من الأشرطة الطويلة، وهو بذلك يضاهي إنتاج بلد كبلجيكا. يجب أن تقترب قاعات السينما من الجمهور أولاً لتكون في متناول الجميع.
السينما تنجز كي تشاهد في السينما. إذا كانت الصالات فارغة، نتساءل لماذا نستمر في إنتاج الأفلام؟ إنها إحدى القلاع المدهشة للثقافة، والتي تقف سداً مانعاً ضد كل أشكال التعصب وكل ما نشاهده اليوم. فإذا أغلقنا هذه الصالات التي نحافظ عليها كقلاع للدفاع عن الانفتاح، الثقافة ونشر الحداثة والتحضر الذي يريد الكل أن يؤمن به اليوم. السينما مقدسة، مقدسة جدا لتكون مجرد كاميرا 35 ملمترا في مكان التصوير لتصوير أي شيء. يجب أن يكون هناك خيال، يجب إيجاد الوسائل لتحقيق هذه الطموحات. لا يجب أن نلوح في كل مرة بتلك الفزاعة الممثلة في غياب الإمكانيات ونجد بها كل مرة الأعذار. أعتقد أننا يمكننا أن ننجز أفلاما كبيرة بإمكانية بسيطة، بشرط أن نعرف جيدا ما الذي نريد أن نفعله. هنا بمليون إنجاز مسلسل تلفزيوني يتضمن أجور الممثلين، كل شيء من 30 حلقة إنارات، لأن الناس تعرف أن السينما والتلفزيون فقيرين، لذلك فهم يساعدون، يعطونك منازلهم، أشياءهم، سياراتهم بالمجان. وهناك أناس يقومون بأدوار صغيرة مجانا، وهناك ممثلين يقومون بالظهور مجانا أيضا. لذلك الأهم هو المحافظة على التواصل مع الجمهور المغربي. السينما المغربية حتى سنوات مضت كانت محافظة وخجولة، فلم تكن تظهر صورة المغرب التي كانت تزين قليلا. أما الآن يتكلم المغاربة مع المغاربة ويظهرون أكثر الوجه الحقيقي لهم بجوانبه الأقل إطراءا. أعتقد أن ذلك يدخل ضمن مشهد الديمقراطية وحرية التعبير التي يعيشها المغرب. أعتقد أنه من الأفضل تغيير الأمور بسلاسة وعدم التسرع، فقد تذهب الأمور للعكس. هذا طبيعي، لأنه لدينا ثقافة وتقاليد نحترمها، ويجب التعامل مع الأمور بهدوء. وأعتقد أن الأمور تسير جيدا، والجمهور المغربي أصبح أكثر تسامحا. هل يمكن للسينما قول كل شيء؟ هل يجب على السينما قول كل شيء؟ أعتقد أنه من المهم جدا قول كل شيء، فقط يجب معرفة كيفية قوله، هذا أهم. فالحرية شيء مهم جدا بالنسبة للفنان، فأن تكون لك حرية التصوير في أي مكان وفي أي وقت ليست حرية، بل قد يتحول لشطط في استعمال السلطة. نحب كثيرا أن يتجاوز الفيلم المغربي حدودنا الجغرافية وأن يوزع في الخارج. للأسف أنا لا أعلم أين المشكل، بما أننا نستقبل العديد من الأفلام المصرية، أوروبية وأمريكية أيضا. أعتقد أننا لا نفرض أنفسنا بما فيه الكفاية حتى تعرض أفلامنا في المهرجانات. إن كانت السينما المغربية هي الأكثر ديناميكية في إفريقيا وهي تعرف ازدهارا في هذه اللحظة، هل يجب أن تكون مغربيا لتحب السينما المغربية؟ لا أعتقد ذلك، يجب أن تكون عاشقا للسينما لكي تحب كل أنواع السينما. الآن يجب إنجاز أفلام جيدة لكي تلقى إقبالا في الخارج، ويجب أن نستطيع تناول مواضيع حقيقية صريحة في الآن نفسه، والتي تحكي عن الأمور التي نشعر بها يوميا. أعتقد بكل صراحة أن السينما ليس السينما المغربية أو السينما النرويجية أو الأمريكية، إن السينما قبل كل شيء المفهوم الكوني، فنحن تحت تأثير الثقافة، أنا تحت تأثير المغرب، المغرب العميق، المغرب الحقيقي. أعتقد أنه في المستقبل القريب سنرى حكايات أخرى مغربية جد هامة، لأننا نشهد ديناميكيتنا اليوم، ونحن نعود لقواعدنا، لمنابعنا، لجذورنا. نحن نقول اسمعوا، هذا جزء منا، إنه ليس عار لنحكي هذه القصة، وبالمقابل فإنها تصبح كونية، وبعد ذلك نقول انظروا إنها لنا. يجب أن نتخلص من هذه العقدة من الشمال، لكننا حسنا إنها أوروبا، نعم إنها فرنسا، لكننا يمكننا فعل ذلك هنا. مرحبا بكم.